بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده يا باشمهندسين عن التفريعات. التفريعات موضوع مهم، مواضيع السكه الحديد، تمام؟ وهنبتدي ان شاء الله مع بعض ونركز فيه. هو سهل مفهوم، يعني محتاج بس شويه تدريب على حل المسائل، تمام؟ وفي رسومات مهمة نراعيها طبعا واحنا بنحل. ان شاء الله هيبقى مبسط، ما فيهوش اي مشكلة. طيب نبتدي مع بعض. اول حاجة، التفريعات هي الوسيلة اللي بتساعد انتقال القطارات من سكة للتانية. عندي حاجة اسمها المفتاح، وهنركز جدا على المفتاح. وعندي حاجة اسمها التخطية، تمام، اللي هي التخطي. وعندي حاجة اسمها التحويلة. احنا هنركز مع بعض على المفتاح والتحويلة. المفتاح هو اهم التفريعات الموجودة في السكة الحديدية. انت لو حضرتك تتذكر في عامل كان تشوفوه في الافلام العربي القديمة، اللي هو عامل التحويلة. عامل التحويلة كان بيعمل ايه؟ كان بيمسحب الهند اللي هي موجودة قدام حضرتك في الصورة دي، يقوم الجزء اللي هو موجود في المفتاح او الفرع دي متصلة بالجزء المستقيم، تمام. ده عامل المفتاح طبقا للصورة اللي ايه قدام حضرتك. المفتاح دوت ليه عدة انواع، هنتناول احد هذه الانواع، وهو المفتاح العادي. بيتفرع من خط رئيسي، وبيتكون المفتاح دوت من 3 اجزاء: ابرة ومنحنى مفتاح وتقاطع. ده منظر المفتاح. الرسمة دي في منتهى الأهمية. طبعا الرسمة دي موجودة عند حضرتك بالعربي. هنشوف نركز على الرسمة اللي هي مهمة برضو، بس أنا بتكلم عليها كرسمة، إنما البيانات موجودة عند حضرتك بالإنجليش تحت. ولما حضرتك هتحطلي البيانات في الامتحان هتحطها بالإنجليش. احنا متفقين مع بعض في الموضوع دوت، تمام. أنا عندي هو المفتاح. المفتاح ده مكون من إبرة اللي هي مظللة عنك باللون الأسود. بعد كده دخل عليها الجزء ده اللي هو ادي مظللة هي قدام ساعتك باللون الأسود. بعد كده دخل على منحنى المفتاح. بعد كده الايه التقاطع. احنا بنتكلم بعد كده اهوت. انا عندي في هنا اهوت في حاجة عندي اسمها وينج ريل، وفي حاجة عندي تانية اسمها تشيك ريل، تمام. الوينج ريل والتشيك ريل، التشيك ريل دي بيسموها المعوجة، انما الوينج ريل دي موجودة عند التقاطع. الابرة دي انا بسميها بالانجليش بليد. بيبقى في اولها بيبقى في اولها تو، وباخرها في اي هيل اللي هو كعب الابرة، وتو ده اللي هو بيسموه سن الابرة. ادي التشيك ريل اللي هو قدام حضراتكم موجود في التقاطع اللي تحت، تمام. وادي الوينج ريل اللي هو موجود عند التقاطع، تمام. الابرة هو عبارة عن ايه؟ جزء من قضيب السكة الحديدية مقشوط طوله حوالي 5 متر، وبيصل سمك سن الابرة الى حوالي 3 ملي. فدوة كعب الإبرة هي مسافة من حافة سير الإبرة عند الكعب وحافة سير القضيب الجنب، وغالبا بيكون 160 مل اللي هو الهيل دايفرجن. عندي جناح التقاطع أو الإنجريل، بيستخدم للمعاونة في حمل عجلات القطار عند المرور على التقاطع. وعندي التشيك ريل، جزء من قضيب السكة الحديدية معوج الأطراف طوله حوالي 3 متر، بيستخدم توجيه عجلات القطار أثناء المرور على التقاطعات. عندي كام تعريف كده هوت مهمين جدا جدا، لازم اكون واخد بالي منهم كويس جدا عشان الرسمه دي لا تخلو من الامتحان. لازم اعرف حاجه اسمها 4 حاجات. اعرف حاجه اسمها مفتاح مقابل، بيسمى المفتاح مقابل اذا دخل القطار على المفتاح من جهه سن الابره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي تمام واقف اهو عند سن الابره، والقطر عندي جاي من الشمال لليمين، تمام. اذا حصل ده خلاص يبقى المفتاح ده اسمه مقابل، لان عندي اتجاه الحركه بادي من اول
الإبرة، بدي أول الإبرة وداخل على التقاطع، أو إذا كان جاي هنا اهوت في الرسمة اللي فوق اللي هي بالعربي من اليمين للشمال، يبقى أنا عندي هنا اسمه مقابل لو هو جاي الموشن عنده من الشمال من اليمين للشمال، لأن الإبرة عندي موجودة في الجزء ده. تمام. طيب أنا عندي في عضو كعب الإبرة هي المسافة بين حافة المفتاح بسميه مسير، لو أنا جاي من ناحية إذا دخل القطار على المفتاح من جهة التقاطع، المفتاح بسميه يمين. إزاي بقى بسميه يمين؟ بسميه يمين لو أنا واقف هنا عند ال لو أنا واقف هنا أهو عند الإبرة وباصص على الفرع لقيتها يمين فبسميه يمين. تمام. طب لو المفتاح ده بسميه الشمال ازاي؟ بسميه الشمال لو انا مثلا واقف عند الابرة هنا اهو، بقوم مكمل تمام من اليمين للشمال خلاص، فبسمي المفتاح دوت شمال مقابل. الرسمتين دول في منتهى الاهمية اللي قدامك. طيب البيانات ما هي مكتوبة بالعربي اهي؟ لا، من البيانات انا مديها لك في الرسمة دي بالانجلش تحت، عليك تكون لازم تدخل لي البيانات اللي موجودة على الرسمة الانجليش دي وتقوم نزلها لي على الرسمة العربي اللي قدامك دي. تضرب على الرسومات دي كويس جدا، ادي فرع اهي، ادي الخط الطوالي وادي الفرع منه وادي التقاطع ودي زاوية اسمها الفا اللي هي بيسموها زاوية التقاطع. جميل. بتاع ده اسمه الشمال مقابل. ليه شمال مقابل؟ عشان انا جاي اولا مقابل، لان انا جاي واقف عند الابرة وداخل. حاول دايما تثبت نفسك، يعني دايما تثبت نفسك انك انت راسم من اليمين الى الشمال. تمام. طيب المفتاح ده اسمه كده اهوت ايه؟ مقابل. وشمال ليه؟ لو انا واقف عند الابره هلاقي ان التقاطع عندي ناحيه الشمال، ده بالنسبه للرسمه اللي فوق. الرسمه اللي في الاسفل، انا واقف، انا برضو جاي من هنا من اليمين للشمال، ابص لنفسي جاي من ناحيه التقاطع، فبقى اسمه مساير. واقف عند الابره تمام، وابص عشان احدد هو يمين ولا شمال، هبص الاقي الفرع ناحيه اليمين، يبقى اسمها يمين مساير. جميل جدا. لكل مفتاح ابرتين، الابر دي عباره عن قضيبين مسلوبين لكل طرف من هو مدبب يسمى السن، والطرف الثاني قطاع قضيب كامل يسمى الكعب، وهو مفصل بتدور حوله الابره ومسافه بين حافه السير عنده بتسمى فدو كعب الابره. تمام. جميل جدا. زاوية ميل الإبرة هنا على الفرع اللي بسميها بيتا، خلي بالك كويس جدا. طيب عندي الإبرة، الإبرتين دول بيتصلوا مع بعض بالدراع، الدراع ده اللي بسميه ستريتشر، موجود عندك في الرسمة. مسافة بتتحب تكفي لتحريك السنة دي مسافة 10 سنتي بس، بسميها مشوار الإبرة، تغيير اتجاه الحركة من اتجاه الخط المستقيم إلى اتجاه الفرعي والعكس. عندي هنا هو منحنى المفتاح، هو قضيب منحني دائري يمس الإبرة عند الكعب ويمس الجزء المستقيم على التقاطع، وبيحسب نصف قطر المفتاح على أساس سرعة القطارات الخط الفرعي في سلسلة تزيد العجلة العرضية عن قيمتها القصوى، علما بأنه لا ينفذ ارتفاع ظهر عن بعض في مناحي التفريعات عموما. يعني أنا ما بعملش سوبر إليفيشن على منحنى المفتاح. جميل جدا. طيب المفتاح أو التقاطع، مفتاح ومكان التقاطع عنده قضبان السكك الحديدية. التقاطع بيشتمل على قلب التقاطع وفي سن التقاطع اللي هي زاويتها ألفا اللي هي دي، هوريها لحضراتكم. تمام. دي زاوية التقاطع اللي هي ألفا اللي احنا بنتكلم عليها اهي، اهي ايه زاوية التقاطع ألفا. لكن زاوية من الإبرة على الفرع دي انا بسميها بيتا. جميل جدا. التقاطع بيشتمل على قلب التقاطع فيه سن التقاطع زاوية التقاطع ألفا، الجزء المستقيم بعد التقاطع كذلك يشتمل التقاطع على جناحي التقاطع اللي هو بيسميه التشيك ريل، يساعد على حمل العجلات وانتقالها بأمان. وبيشتمل التقاطع أيضا على معوجتين، كل واحد فيهم بتستخدم لتوجيه وتحديد اتجاه سير العجلات في اتجاه الخط المنحني أو الخط المستقيم. وزاوية المفتاح ألفا بتقدر عادة بظل الزاوية فيقال 1 إلى 10. تمام. القيمة دي بتبقى بالنسبة لي حفظ، نقول لك زاوية مية تقاطع 1 إلى 10 تبقى أنت إيه، أو زاوية ألفا عادة بتكون تان ألفا بيساوي 1 على 10.
تمام. فايدة الوينج ريل كتبها لك بالانجلش انها بتحمل الريل تراكس وبتحركه and move the to safely. will check rail direct the rail tracks either to curved direction or straight direction. تمام. ممكن ما تلاقيش ده عندك في الكتاب بس انا جايبها لك اهي عشان تبقى ايه عارف سجلها. دي نقطة مهمة عندك في الكتاب. حسابات المفتاح. موجة طول المفتاح يعني ايه؟ يعني انا موجة طول التي واحد طول الابرة زائد الجزء المنحني زائد اللي هو الايه التقاطع اللي بلس تي واحد لينث اوف تيرن اوت. تمام. لما موجة طول الابرة مسقط على المسقط الافقي دوت بيتا هيساوي ساين اس ماينس 1 اف ناقص دي على التي. تي واحد هيساوي تي كوساين بيتا. انا عايز التي واحد اللي هو الجزء دوت هو ايه؟ طيب هو عبارة عن تي كوساين بيتا. تي كوساين زاوية ميل الابرة اهي. طيب امال الزاوية بيتا بقى نفسها هي الساين. اساسا الساين بيتا هيساوي الاف ناقص الدي. الدي هو سمك السن. سمك السن نفسه. تمام. على التي. التي اللي هو الوتر. يبقى بيتا هيساوي ساين اس ماينس 1 اف ناقص دي على التي. اف هو فدو كعب الابره وفرضه هيساوي 160 ملم ما لم يذكر خلاف ذلك. والدي هو سمك سن الابره وافرض حوالي 3 ملم. طول الابره وتفرض طول الابره هيفرض حوالي نفرضه بحوالي 5000 ملم ما لم نذكر خلاف ذلك. تمام. تمام. ونكمل المحاضرة الجاية إن شاء الله. شكرا.